رجعت من الشغل عايزه اعمل حاجه سريعه سريعه سريعه، لقيت عندي مكونات اللازانيا. رحت قمت مطلعه البصل، واول حاجه هعملها العصاج، عصاج اللحمه. وعندنا اللازانيا، قطعت البصل، حطيت عليه ثوم، شويه زيت او اي ماده دهنيه، ملحته، ده فلفل، قرنفل مطحون، جربوا القرنفل في الاكل حلو قوي، بابريكا حمرا، فلفل حلو، ودي كزبره بلدي. جميع التوابل اللي هنحطها في العصاج، ودي قرفة. هنقلب مع البصل والثوم، بعد كده هنزل باللحمة المفرومة اللي عندي. اللحمة المفرومة لو عايزينها تفك حطها في الميكرويف هتفك بسرعة. قلبت كل في بعضه، وبعدين حطيت عليهم فلفل ألوان وفلفل أخضر وقلبتهم، وهحط عليهم نقول 3/4 كوباية مية، وعليهم معلقتين صلصة علشان يستووا في بعض. العصاج مش هياخد يا جماعة ربع ساعة يستوي، وهو بيستوي في نفس الوقت هنعمل البشاميل. ما عنديش لبن حليب، جبت مية وحطيت على كل كوباية مية معلقتين لبن بودرة. عندي زبدة، عندي مرق الدجاج، عندي دقيق، عندي كريمة طهي، عندي جبن متنوعة، القرنفل، جوز الطيب. حطيت يمكن 4 معالق زبدة، حطيت معاهم 2 مرق دجاج يسيحوا مع بعض. مرق الدجاج بتدي طعم حلوة يعني، بتاخدين عن الملح. حطيت 5 معالق دقيق، هقلبهم مع الزبدة، اتكتلوا كده. هنزل بيه ال5 كوبايات لبن. انا عاملة بشاميل كتير علشان هي بتحب البشاميل الكتير، لان اللازانيا مش مستوية في نفس الوقت. زي ما انتوا شايفين العصاج بيستوي، حطيت قرنفل، جوز الطيب، والبشاميل هو بيستوي تحت، ونهدي عليه النار. اهم حاجة نهدي عليه النار عشان يستوي كويس. ظبطت الملح بتاعي، حطيت كريمة الطهي، ده ميكس جبن موتزاريلا على رومي على تشيدر على فلامنك، تشيدر احمر، وهنزله مع البشاميل. وفي نفس الوقت برضو العصاج بيستوي. احنا بنعمل كل حاجة في وقت واحد عشان ننجز وقت. خلاص كل حاجة جهزت عندي، حطيت شوية زبيب مع العصاج، من تحت حطيت البشاميل. هرص اللازانيا زي ما انتوا شايفين كده، ويفضل في صينية مستطيلة او في صينية مربعة، وهحط اللحمة، بعدين بشاميل، وهكذا. لازانيا لحمة بشاميل، لازانيا لحمة بشاميل. اهم حاجة ان احنا نعمل اكلة حلوة وجميلة بس توفر لنا وقت ومجهود. ده شغل ايه؟ سريع لكن حلو. احنا برضو عايزين نحس بطعم الاكل حلو لاي مرأة عاملة، للشباب اللي ما عندهمش وقت، المغتربين اللي عايزين سنجل، اللي عايزين لوحدهم، اللي عايزين ياكلوا اكله سريعه بس حلوه. اللازانيا بنحضرها في نص ساعه وبتاخد ساعه في الفرن، يعني ساعه ونص. حطيت رشه موتزاريلا، ويفضل يا جماعه قبل ما تطلع من الفرن ب5 دقايق بس، دي غلطه. قبل ما تطلع ب5 دقايق بس نحط الجبنه دي، بعد لما طلعت بعد ساعه. شايفين الجبنه تكتلت ازاي؟ يلا بقى نقطعها، هنلاقيها غرقانة وسايحة في البشاميل. كل حاجة مستوية بس البشاميل كتير، فهضطر ان انا احطها ربع ساعة تاني يا جماعة في الفرن عشان البشاميل ايه يستوي، ينشف يعني ينشف. ده بعد لما قطعت، ده بعد ساعة يا جماعة، وهوريكم شكلها. اتمنى تعملوا اشتراك في القناة، لايك للفيديو، فعلوا الجرس عشان يوصلكم جميع الاشعارات. اتمنى ان اكون بديكم افكار. أشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام، بالهنا والشفا.